السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وإليكم العناوين. الجنرال المتقاعد بن حديد يصف التوفيق بأنه ذئب شرس يستعصي على قايد صالح وبوتفليقة ترويضه. قوات الشرطة تعتقل صبيحة اليوم عبد الرحمن معروف الناشط في حركة 8 ماي 45. وتتابعون في النشرة أيضا بطل ورقلة في موجة احتجاجات للمطالبة بحقهم في الشغل، وفيها أيضا نقابة تربية تصر على الإضراب الذي يقترب من رابع أسابيعه. وفي الأخير وليس آخرا، مجموعة من النخب السياسية والوطنية توجه نداء لأبناء غردايا للتعقل ونبذ التفرقة. إلى التفاصيل. في حوار مطول مع جريدة الخبر، وصف الجنرال حسين بن حديد مستشار وزير الدفاع اليمين زروال سابقا، وصف الجنرال توفيق بأنه ذئب شرس يستعصي على قايد صالح وبوتفليقة ترويضه. وفي ذات الحوار تهجم الجنرال بشدة على الفريق قايد صالح رئيس أركان الجيش، ووصفه بأنه عديم المصداقية ولا وزن له في الجيش، كما دافع باستماتة كبيرة عن الجنرال توفيق، معتبرا أن جهاز المخابرات هو الخصم اللدود للرئيس بوتفليقة وشقيقه السعيد. وعن سبب إقدام الرئاسة على إضعاف المخابرات، قال الجنرال بن حديد أن السبب الأول هو فتح الطريق للعهدة الرابعة من خلال استهداف الخصوم، أما السبب الثاني فهو محاولة حاشية الرئيس حماية نفسها من الملاحقة، معللا ذلك بشيوع الفساد الذي لحق كل المؤسسات، وحاشية الرئيس متورطة فيها وتسعى بكل الطرق إلى تجنب المحاسبة، ما يجعل المسألة بمثابة حياة أو موت بالنسبة لها. لذلك فإن تجنب المحاسبة لن يكون إلا باستمرار بوتفليقة في الحكم 5 سنوات أخرى، وبعد مرور هذه المدة سيبحثون عن حلول أخرى. ولكن المشكلة التي يواجهونها، يواصل الجنرال بن حديد، هي أن تولي الرئيس عودة رابعة أمر مستحيل، فإذا أراد الترشح سيكون مضطرا لخوض الحملة الانتخابية بالوكالة، وسيكون مضطرا لتأدية القسم بعد فوزه، الفوز الذي سيكون أكيدا بحكم سيطرته على حزب الإدارة. ويتساءل بن حديد قائلا: بعد ذلك كيف سيتعامل الرئيس مع وضع كهذا؟ الرئيس عاجز عن الكلام أو عن الوقوف، فكيف سيتخطى هذه العقبات، خاصة وأنه مجبر على أداء اليمين الدستورية بينما صحته لا تسمح له بممارسة هذا النشاط. وبخصوص التغيرات التي أجراها رئيس الجمهورية في الجيش والمخابرات في سبتمبر الماضي، نفى الجنرال بن حديد أن يكون ما فعله بوتفليقة شيئا جديدا. وفي تعقيبه على ما صرح به سعداني عن وجود عقداء للDRS في الهيئات، قال بن حديد: حتى لا ينخدع الرأي العام أقول إن الأمن موجود في كل المؤسسات، سواء ممثلا في عقيد أو ضابط أقل منه في الرتبة. فقصدي مرباح مثلا قائد المخابرات العسكرية في الثمانينات كان يشغل لحساب جهازه مبلغين وأعوانا وليس ضباطا، وهؤلاء الأعوان كانوا منتشرين حتى في المقاهي، بمعنى أن جهاز الأمن متغلغل في كل المؤسسات وفي كل مكان، وليس شرطا أن يؤدي هذا الدور ضابط برتبة عقيد كما يستشف من حديث سعداني، بل المبلغ والعون يقوم بالمهمة أفضل من العقيد. ثم يؤكد بن حديد محاولة الرئيس إضعاف جهاز الأمن العسكري، ويعتبر المحاولة فاشلة، وسبب محاولة إضعاف المخابرات يعود حسب الجنرال إلى خشية الرئيس ومحيطه من المحاسبة، كونهم يعلمون أن ملفات الفساد ثقيلة ضدهم موجودة في هذا الجهاز، منها ملفات تتحدث عن نهب 37 مليار دولار، وملفات أخرى تتضمن تحويل 12 مليار دولار، وقضايا أخرى كثيرة. وعن طبيعة الصراع الجاري حاليا وما إذا كان يشبه الصراع في منتصف التسعينات، قال بن حديد أن الصراع في تلك الفترة كان بين خالد نزار وبلوصيف، الذي تعرض لمشاكل مفتعلة حسب بن حديد لإبعاده من المؤسسة العسكرية، وقد نجحوا في ذلك وأدخلوه السجن. واتضحت المؤامرة فيما بعد عندما أصبح نزار قائدا للأركان، ثم عينه الشاذلي وزيرا للدفاع بإعاز من الجنرال العربي بالخير. وقد أزاح نزار بعدها العديد من الضباط مثل عطيلية وهجرس وبتشين وعبد المجيد شريف، وتمت إزاحة كمال عبد الرحمن من قيادة الأركان، وكلهم جنرالات، ليبقى نزار وحده هو مصدر القرار في المؤسسة. وفي رده على من حاولوا إقناع زروال للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، اعتبر الجنرال بن حديد أن المطالبين بذلك يبتغون الاستقرار لمدة معينة، مشيرا إلى أن البلد تفتقد لمؤسسات،
ملاحظا في السياق أن المجلس الشعبي الوطني مخرب ومجلس الأمة مخرب أيضا، وكلتا الغرفتين والدتا تزوير، وبالتالي منقصتي الشرعية، كل شيء مزور بما فيها الانتخابات. ليستدرك الجنرال كلامه بالقول: مؤسسة الدفاع والمخابرات مع قائدها توفيق هي آخر حصن في البلاد، معتبرا أن توفيق رغم تقدمه في السن يبقى ركيزة البلاد، وضروري أن يبقى في منصبه حتى لا تنزلق البلاد إلى الهاوية على حد زعمه. وعن التساؤل في شأن الصراع بين قيادة الأركان وجهاز المخابرات، هل هو حقيقة أم مجرد إشاعة؟ يرد الجنرال باستخفاف قائلا: دع عنك هذه التسمية، لا ينبغي أن تسميها قيادة أركان، هل تسمي قايد صالح قائدا لأركان الجيش؟ هذا الشخص عديم المصداقية ولا أحد يحبه في الجيش، وإنما يخشونه بحكم الصلاحيات التي بين يديه، موضحا أن توفيق ليس له أي خلاف مع صالح، ولكن من يسمى قائد الأركان هو من يستفز ويهاجم قائد الدي آر إس. ويعتبر الجنرال بن حديد أن تعيين أبو تفليقة لقايد صالح نائبا لوزير الدفاع جاء فعلا نكاية في التوفيق وبغرض استفزازه، ثم يشير إلى استحالة كسر شوكة التوفيق قائلا: قائد المخابرات عجز عن ترويضه أشخاص أقوى من قايد صالح، ليخلص إلى أن التوفيق ذئب من الذئاب الشرسة ليس من السهل التغلب عليه، على حد قول بن حديد. وفيما يخص ما يروج له عن عزم بوتفليقة إحالة التوفيق على التقاعد، قال بن حديد: الرغبة موجودة وأكيدة، أما عما شاع من أخبار تفيد بأن شقيق الرئيس السعيد هو من سيسير البلاد حاليا، أكد الجنرال هذا الخبر معتبرا أن السعيد هو المسير الفعلي في البلاد وخصمه اللدود والمخابرات، متسائلا: ألا يسير كل شيء بالهاتف؟ الجميع خاضع ومنبطح له، الوزراء والولاد وحتى الشرطة ما عدا الجيش، ولكن يستثني من الجيش قايد صالح الموالي للرئيس على حد تعبيره. وعن وقوف قايد صالح ضد المخابرات، قال الجنرال بن حديد: ينبغي أن نفرق بين قايد صالح وأركان الجيش، فهذا الشخص لا وزن له. ما ينبغي أن تعرفه أن نفسية الانضباط العسكري متحكمة في أفراد الجيش، بمعنى أنهم مجبرون على تنفيذ أوامر قايد صالح، ولكن عندما يصل الأمر إلى المساس باستقرار البلاد فلن يجد في الجيش من يدعمه. وفي ختام الحوار بدأ الجنرال بن حديد وكأنه يحذر من تنحية التوفيق بحجة أن ذلك يزرع حسبه الفوضى والانقسام داخل الجيش، وأن بوتفليقة يدرك هذا جيدا، ولو أقال التوفيق في الوقت الحاضر سيترك انطباعا قويا بأنه انتقم منه، وسيكون لذلك تبعات لا تحمد عقباها، لذلك لن يقدم على هذه الخطوة. كما اعتبر الجنرال أن الهجومات التي تأتي من الرئاسة لا حدث بالنسبة للمخابرات، وأن توفيق شخص لا يمكن زعزعته بسهولة على حد زعمه. قامت صباح هذا اليوم قوات الشرطة التابعة لمدينة سيدي خالد ولاية بسكرة باعتقال الناشط في حركة شباب 8 ماي 45 السيد عبد الرحمن معروف، وكان عبد الرحمن قد تعرض لحملة من التهديدات والمضايقات الأمنية منذ فترة من طرف عناصر في المخابرات والشرطة، وصل الأمر إلى حد زيارة بيت عائلته خلال غيابه وتهديدهم وابتزازهم وتشويه صورة عبد الرحمن بين محبيه باتهامه بالعمالة والإرهاب. ويأتي هذا ضمن الحملة التي أطلقتها الحركة لمقاطعة الانتخابات وقيام الناشط عبد الرحمن معروف بالدعوة لها عن طريق الفيسبوك. الأخ عبد الرحمن هاني تعرض لمضايقات أمنية، سلسلة من المضايقات الأمنية والتهديدات والابتزاز يعني الرخيص، وصل بيوم الأمر إلى زيارة أهله في غيابه وتهديدهم يعني بغلق أبواب رزقهم، يعني هدوا إخوانه، هدوا زوجة ساعة، واليوم جاءوا له المقر عمله وقاموا باعتقاله بدون يعني ذكر الأسباب. والملاحظ يعني أنه هذه الحملة المضايقات هذه ما كانتش فقط يعني مش ملتش عبد الرحمن، وإنما كل نشطاء الحركة خاصة بعد إطلاقنا الحملة مقاطعة لتدعو لمقاطعة الانتخابات أو المهزلة الانتخابية. كذلك لاحظنا أنه كاين نشطاء آخرين أو مدونين آخرين زملاء وثقلوا كما كريم كافي اللي راح الآن في السجادي، وهو ناشط يعني ناشط في الفعالة الخيرية وناشط ومدون في فيسبوك. يعني ما احناش فاهمين هل النظام يوجه لنا رسالة أن هذه بداية بعد جديد سيكون يعني سيتوج الصراع بين الأجنحة؟ إذا كان الأمر كذلك فنحن بدورنا نوجه له رسالة بأن يعني هذا القمع أو الاعتقال لن يوقف قطار التغيير، هذا الجيل جيل واعي لن يسكته القمع وإنما سيزيده إصرارا وثباتا على موقفه. يعني نحن مواصلون في مسيرتنا إن شاء الله، وسندافع عن إخواننا بكل الطرق السلمية المتاحة. بارك الله فيك.
نظم مجموعة من الشباب البطال أمس بورقلة وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية ورقلة رافعين شعار الإطارات تطالب بحقها في الشغل، حيث ضمت الوقفة العديد من شباب خريجي الجامعات، فيما لجأت قوة الأمن إلى استخدام القوة لتفريقهم رافضة أي حوار معهم بحجة أن الأربعاء ليس اليوم المخصص لاستقبال المواطنين. وقد قامت الشرطة بضرب طوق أمني حول مقري الولاية والمجلس الشعبي الولائي المتلاصقين، كما اعتقلت 5 من المحتجين وحجزت هاتفا يحوي صورا للوقفة ودراجة نارية تعود لأحد المتضامنين معهم. وقد تجمهر الشباب للمطالبة بإطلاق سراح زملائهم المحتجزين. هذا ويتهم البطلون الإدارات المعنية بتوظيف أشخاص من خارج الولاية على حسابهم، وهو ما أثار استياءهم. وبسبب موجة الاحتجاجات التي تشهدها الولاية، فقد لوحظ ارتباك في سلوكيات العديد من المسؤولين إلى درجة استخدام بعضهم لمنافذ أخرى للوصول إلى مقرات العمل حسب تصريحات المحتجين. وفي السياق ذاته، شهد حي بني ثور وسط المدينة بالقرب من مقر الأمن الولائي شهد حركة احتجاجية للمطالبة بفتح مكتب للتشغيل بحيهم، وكانت هذه المرة الثانية خلال الأسبوع، حيث عبروا عن رفضهم لحالة التهميش التي يعيشها حيهم خاصة مع ندرة فرص العمل. هذا وقد تعرض المحتجون إلى قمع قوات الشرطة التي عمدت إلى تفريقهم بالقوة. من جهته، شهد طريق المؤدي إلى حسي مسعود احتجاجا لمجموعة من الشباب قاموا بقطعه وإيقاف شاحنات الشركات البترولية مطالبين بحقهم بالعمل بها. قررت نقابة التربية الوطنية مواصلة الإضراب الذي يقترب من أسبوعه الرابع على التوالي، كما أورد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في تصريح له نشر على موقعه الرسمي على الأنترنت، وهذا إلى غاية عقد دورة المجلس الوطني. هذا وقد سجل التصريح إسقاط بعض النقاط الأساسية المتفق على تسويتها في محضر اجتماع النقابة يوم الثلاثاء الماضي مع الوزارة، وطلبت النقابة باستدراكها في المحضر النهائي الذي سيوقع بين الوزارة والوظيفة العمومية. من جهة أخرى، قرر المجلس الوطني للتعليم الثانوي كنابست مواصلة الإضراب من دون عقد اجتماع لمجلسه الوطني حتى تقبل الوزارة بعقد جلسة تفاوضية معه. من جانبه، ذهب بيان إنباف إلى نفس الدعوة باستمرار الإضراب لحين عقد اجتماع له للنظر في التطورات وتقييم النتائج. وجهت مجموعة من النخب الوطنية والسياسية نداء لأبناء غردايا، من بين الموقعين عليه أحمد طالب الإبراهيمي، مسعود أي شعلال، محمد مسن، بالعيد عبد السلام، عبد الوهاب بكلي، محمد أبو العلاء، وعبد الرحمن حاج ناصر، بالإضافة إلى يحيى حمدي أبو اليقظان، وكذا محمد رزوق. يحمل البيان دعوة إلى نبذ الفتنة والتمسك بتعاليم الدين الإسلامي التي تدعو إلى التوحد والسلم، كما أشار النداء إلى أنه لا وجود لسبب يدفع أبناء المنطقة للاقتتال، فما يجمعهم أكثر مما يفرقهم، كما ندد النداء بمساء أطراف وصفها بالدخيلة، حيث جاء في البيان: والحقيقة التي لا شك فيها هي أن هناك مكرا ومناورات لأيد إجرامية مافيوية ولمغامرين يزرعون الشقاق والتفرقة والفساد، تلك من وسائلهم التي تعينهم على متاجرة خسيسة من كل الأنواع مناهضة لصالح العام. وقد دعا النداء كل العقلاء والحكماء من المنطقة وخارجها للدعوة والقيام بدورها لنشر روح التسامح والعفو، كما حمل النداء الجهات الحكومية والسلطات الأمنية المسؤولية في حفظ الأمن العام بكل نزاهة وعدل وصرامة في مواجهة المفسدين والمخربين. وحمل البيان أيضا دعوة لتشكيل لجنة وطنية لتقصي الحقائق والإصلاح، مكونة من جميع الاتجاهات، تفتح بابا للحوار بين الأطراف المتنازعة للوصول إلى حلول للمشاكل والمنازعات. وفي الأخير، نذكر بمرور 151 يوما على اعتقال المدون عبد الغني علوي بتهمة الإشادة بالإرهاب والمساس بمؤسسات الدولة بعد نشره لصور كاريكاتورية للرئيس بوتفليقة وانتقاده لدعوات ترشيحه لعهدة رابعة. هذا وكانت عدة منظمات حقوقية دولية قد نددت باعتقال عبد الغني علوي، من بينها هيومن رايتس واتش ومنظمة العفو الدولية، طالبت النظام الجزائري بإطلاق سراح الناشط. وقبل أن نفترق مشاهدينا الكرام، ندعوكم مع هذه المختارات من الصور الكاريكاتورية. في الختام، نلفت عناية مشاهدينا الكرام أنه يمكن لهم التواصل معنا عبر عنواننا على البريد الإلكتروني info@rashid.tv بالإضافة إلى صفحتنا على الفيسبوك. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.